تأكيدا لرسالتها الإنسانية ودورها البارز في البذل والعطاء، أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني حرصها على استكمال مسيرة الكويت الإنسانية من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إبرازا للوجه الإنساني المشرق للكويت. بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يأتي تحت شعار الإنسانية واحدة، أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتية حرصها على استكمال مسيرة الكويت الإنسانية والعمل على إتاحة فرص جديدة للالتقاء والتشاور وتبادل التجارب والخبرات بين المنظمات الإنسانية والإغاثية المحلية منها والدولية. وبدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية نور الحساوي أن الجمعية تبذل جميع الجهود الإنسانية لإغاثة المنكوبين وتقدم العون من خلال متطوعيها منذ تأسيسها في عام 1966. وأوضح الحساوي أن الجمعية وبفضل مبادراتها الإنسانية استطاعت تخفيف آثار الأزمات والكوارث من خلال المساعدات الإغاثية والإنسانية كافة في فلسطين وسوريا واليمن والعراق ولبنان وأندونيسيا والصومال والسودان. وذكر الحساوي أن الجمعية تساهم بشكل كبير في تمكين الشباب الكويتي للاستفادة من التجارب والخبرات في المجال التطوعي لرفع قدراتهم وتحسين مستوى أدائهم بما يتواكب مع المعايير الدولية في هذا المجال. يأتي ذلك فيما أعرب الحساوي عن أمله في أن يكون هذا اليوم العالمي حافزا لانضمام المزيد من المتطوعين في مختلف مجالات العمل الإنسانية بهدف تحقيق المزيد من الدعم المجتمعي المحلي والدولي لمنظمات العمل الإنسانية.